وذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى نوعين من أنواع العبادة فقال: والاستعانة والاستغاثة، ثم ذكر دليل كل منهما فقال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال رحمه الله تعالى: والاستعانة. أما الاستعانة فهي نوع من العبادة لله رب العالمين لا ينبغي أن تصرف لغيره جل وعلا، فالاستعانة هي طلب العون، والسين والتاء للطلب. والاستعانة أنواع، فالأول الاستعانة بالله، وهي المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه، وتفويض الأمر إليه، واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى. ودليلها قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وما وجه الاختصاص ها هنا؟ وجه الاختصاص تقديم المعمول إياك، وتقديم ما حقه التأخير هو القصر والحصر الذي يفيد الاختصاص. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، ولا نصرف العبادة لسواك. وكذلك الشأن في الاستعانة، الاستعانة لا تكون إلا بالله، والاستعانة التي لا تكون إلا بالله تتضمن ثلاثة أشياء: الأول الخضوع والتذلل لله، والثاني الثقة بالله تعالى، والثالث الاعتماد على الله سبحانه. فهذه لا تكون إلا لله، فمن استعان بغير الله محققاً هذه المعاني فقد أشرك مع الله غيره. الثاني من أقسام الاستعانة، الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، وهذه على حسب المستعان عليه. فإن كانت الاستعانة على بر ومعروف فهي جائزة للمستعين، مشروعة للمعين، وإن كانت الاستعانة على إثم فهي حرام على المستعين وعلى المعين، وإن كانت الاستعانة على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، وقد يثاب المعين على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير. القسم الثالث من أقسام الاستعانة، الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذه لغو لا طائل تحت، كما يقول الذي يعاني الغرق لا يحسن السباحة يقول لكسيح عاجز على البر: إني أستعين بك فأعني حتى لا أغرق، فهذا لغو لا طائل تحته. والرابع من أقسام الاستعانة هي الاستعانة بالأموات مطلقا وبالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك. الاستعانة بالأموات مطلقا شرك، والاستعانة بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته شرك. الخامس من أقسام الاستعانة، الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، وهذه مشروعة لقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فيستعين الإنسان بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، فهذه مشروعة قد ندب إليها وأمر بها. النوع الأول فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله،
أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح. الاستعانة التي لا تكون إلا لله ولا تكون إلا بالله ينبغي ألا تصرف إلا لله، فإذا صرفت لغير الله فهي شرك كما مر ذكر ذلك. قال رحمه الله تعالى: والاستغاثة هي طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. والاستغاثة أنواع: الأول الاستغاثة بالله تعالى، وهذه من أفضل الأعمال ومن أكمل الأحوال. قال ربنا جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. والثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء الحاضرين غير القادرين على الإغاثة، فهذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفاً خفياً في الكون فيجعل لهم حظاً في الربوبية وأسفاً. القسم الثالث من أقسام الاستغاثة: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة بهم. قال تعالى كما في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الرابع من أنواع الاستغاثة: الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، كمن يستغيث بمشلول لينقذه من الغرق، فهذا كما مر في الاستعانة لغو وسخرية. والفرق بين الاستعانة والاستغاثة أن الاستعانة هي طلب العون على ما ينفعه، والاستغاثة طلب إزالة الشدة، والاثنتان تتطلبان كمال الافتقار إلى الله مع اعتقاد كفايته جل وعلا.